المصري. العادل عبد الرحمن بيلعبها بالعرض، يخش معاه الخطيب. لا ها ها خطر. جت خطيب ملوش حق يلعب الكورة اللي فاتت دي. الظاهر جت الخطة الإصابة بتاعته القديمة وصفر حسام. وطالبين إصابته القديمة وإن شاء الله يا رب يا رب تكون بسيطة. شايف أنا الناس كلها ملمومين حوالينه، حوالين الخطيب. نسي نفسه في الكرة اللي فاتت واشترك مع الجول كيبر في الكرة العالية العرضية اللي لعبها عادل عبد الرحمن، وإن شاء الله يكون سليم بإذن الله. كابتن صلاح حسني عايز يقول حاجة. هو برجاء ونداء للأستاذ الدكتور شوقي كمال، أنا هنقل محمود الخطيب دلوقتي مستشفى المقاولين العرب مكان ما عمل له العملية، فاحتمال تكون الإصابة في نفس المكان، فبرجاء أن الأستاذ الدكتور مصطفى كمال يتوجه للمستشفى. رجاء من الدكتور شوقي كمال والاستاذ الدكتور محمد الاسود توجه الى مستشفى المقاولين العرب لاستقبال المحمود الخطيب. عادل عبد الرحمن بيلعبها بالعرض، يخش معاه الخطيب. نسي نفسه وخبط الكرة بالهيد، وشوية لقينا وقع، والميكروفونات في الاستاد بيقولوا استدعوا الإسعاف.